مرحبا المتتبعين الكرام، اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب دوت كوم. لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. مدرب الوداد وليد الركراكي يسعى لانتداب لاعب رجاوي بارز. يسعى مدرب الوداد الرياضي وليد الركراكي الى التعاقد مع لاعب رجاوي في مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة. وحسب المصادر فان الركراكي معجب بمهارة اللاعب الرجاء بضرب الهرود، إذ يعزم على انتدابه في الميركاتو المقبل. ويريد المدرب وليد الركراكي استغلال وضع بولهرود كلاعب حر ابتداء من نهاية الموسم الجاري لانتدابه للوداد، ويشغل بولهرود مركز خط الوسط وهو المركز الذي يعاني منه الوداد، بل لاعبين بارزين في الفريق الأحمر في المركز المذكور مرشحان لمغادرة الفريق نهاية الموسم الجاري. وتفريض المعطيات المذكورة جلب لاعب بديل مما يؤكد اهتمام الركراكي بلاعب الرجاء. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله.